ابتسام لطفي إحدى جواهر الحجاز الخالدة ومن عمالقة الفن العربي، ولدت في مدينة الطائف عام 1951 للميلاد كفيفة البصر. بدأت الغناء وهي في سن السابعة عندما كانت تحيي حفلات الأعراس بجدة. لقبها الفنان الراحل طلال مداح باسم ابتسام لطفي بدلا من اسمها الحقيقي خيرية قربان، قائلا لها سيكون لك شأن يوما ما يا بسمة. انضمت ابتسام لطفي إلى كوكبة فنان الإذاعة في المملكة العربية السعودية لتكون أول فنانة سعودية تصدح عبر أثير إذاعة جدة بصوت طربي أصيل. ودعتك الله يا مسافر وناوي الفراق ما قدر الله يكون. ودعتك الله يا مسافر وناوي الفراق ما قدر الله يكون. اللي نويته السفر قلبي تقطع وداب يا اخي اللي ما هو سوا. ودعتك ارتبطت الفنانة ابتسام لطفي بعمالقة الفن الذين أخذوا بيدها لتشق مسيرتها الفنية، كان أولهم طاهر زمخشري الذي كان يلقبها بعاشقة الأدب، والذي بدوره بنى لها جسر التواصل بينها وبين الكاتب أحمد رامي الذي كان يحبها ويحب صوتها، وقد لقبها فيما بعد بكوكب الجزيرة وشادية العرب بعد أن كتب لها أغنية وداع الشهيرة التي لحنها الموسيقار رياض الصنباطي الذي تفاجأ بصوتها السعودي الطربي. في بداية الثمانينات فاجأت الفنانة ابتسام لطفي الوسط الفني باعتزالها الغناء بعد وفاة والدتها التي كانت الصديقة والداعمة والمحفزة، فلم تكمل عقدها الثالث بعد التوقف حتى عادت لتحيي ذكرها من جديد وتعيد مجداً يذكر محبيها بشدوها العذب الذي يسافر عبر المشاعر قبل الآذان. نفس التبري عطش الروح إليك، نفس التبري عطش الروح إليك وحنيني من أنيني Hadi.
الهجر يا مر الغياب يا طويل الهجر يا مر الغياب آه 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 من ساعتي بس الفنانة القديرة كوكب الجزيرة ابتسام لطفي، حياك الله معنا في برنامج وينك. حقيقة ماني عارفة ايش اقول، لكن ويني الحقيقة اعرف انه ويني من البرامج اللي لها ابعاد كبيرة. قبل ما اقول اي حاجة اقول اهلا وسهلا بيك وبكل المشاهدين في كل ارض في الوطن العربي وبروتانا كروتانا، لانه اول انطلاقة لي بالنسبة للقاءات كانت من روتانا اف ام. اسمحوا لي اول قبل كل حاجه ارحب باحبائي وزملائي واعزائي استاذي مدني عبادي وصديقي فيصل العمري والايقاع الحلو المفعم بالمعاني عادل نور، واقول لهم اهلا وسهلا بكم في بيتنا المتواضع، وارجو ان نقدم لكم حلقه يعني من برنامج وينك طربية تختلف عن كل الحلقات إن شاء الله لكل مشاهدينا في كل مكان. شكرا لك أستاذ ابتسام على هذه المقدمة، وأيضا أنا اليوم فعلا فخور أني أجلس أمامك وأجري هذا اللقاء. الله يخليك. وإحنا في قنوات روتانا نشكرك لأنك خصصتي قنوات روتانا أو إذاعة روتانا فيم بأول ظهور إذاعي لك مع الزميل تركي الفيعي بعد عودتك طبعا للفن، وأيضا اليوم عبر برنامج وينك كأول ظهور تلفزيوني إن شاء الله، وأرجو أن يكون ظهور ممتع وظهور له أبعاده في قلوب محبي ابتسام لطفي، لأن ابتسام لطفي بلا جمهور لن تكون ولا تكون شيء. اسمحي لي أستاذة ابتسام أوجه لك السؤال الأول في برنامجنا، وينك؟ ويني الحقيقة موجودة، لكن بعدي كان له أسباب كثيرة ذكرت كثيرا، لكن باختصار شديد شديد جدا مختصر جدا كمان، كانت نكستي في والدتي الله يرحمها هي السبب الرئيسي، ما أقول في اختفائي ولا في ابتعادي، في إحجامي خليني أقول، ما أعرف بالضبط إيش ممكن أقول، لكن كنت متابعة كل الأشياء اللي تقدم سواء إذاعيا أو تلفزيونيا، وكنت عايشة وحتى صوتي أعطيته فرصة إنه يتمرن باستمرار وبشكل يعني على طول، وده اللي خلاني الحمد لله الحمد لله عندما عدت يقال إنه ما زال صوتي محتفظ بشكله، فإن شاء الله يكون كده يعني. بالتأكيد دائما الأصوات الراقية والأصوات الجميلة لا تختفي أبدا. أستاذ ابتسام، هل في قصة حول عودتك للفن؟ كانت في قصة ومن خلالها قررتي ترجعين للفن؟ هو الحقيقة في قصة طويلة حول الموضوع ده، نحاول يعني باختصار يعني أقول لكم، هي ابتسام لطفي بتقول لكم بكل أمانة كانت لا ترغب في الرجوع أصلا، ما أعرف ليه كان جوايا شيء يقول لي لا، فجاء أخويا الدكتور اللي أنا عنده الآن، يعني خليني أقول أنا عنده من فترة طويلة، كنت لما كنت حتى في البيت اللي في أهلي وأبوي الله يرحمه كنت باستمرار أجي أزور وكذا، قال لي في يوم من الأيام بس ما إيش رأيك رجعك الأضواء، قلت له يا شيخ أضواء إيه أنت كمان، راح الوقت والعمر عدى، قال لي لا إن شاء الله ححاول أردك الأضواء. والحقيقة يعني ما كانت الرغبة كده متأججة في نفسي، في يوم من الأيام أنا عندي الحقيقة واحد من أولاد زوجة أخويا عمره 18 سنة غاوي أشياء من الأشياء الحديثة ومتفاعل مع التكنولوجيا وكذا، فقال لي هو يقول لي عمة بس ما إيش رأيك أعمل لك تويتر، قلت له والله ماني حقت الحاجات هذه، فشاءت الأقدار إنه أخويا وزوجته يكونوا مو هم متواجدين في البيت، وفضل معايا قال لي والله اليوم لا أعمل لك تويتر ابن زوجة أخويا يا أبويا، قلت له عمك يمكن يزعل، قال لي لا ولا يزعل ولا شيء، عملت التويتر الحقيقة اليوم الأول اليوم الثاني فوجئت بعدد التغريدات وصلت إلى 500 تغريدة والأسئلة عن ابتسام لطفي وتوجيه الكلمات الحلوة،
حصل في نفسي نوع من الرد الفعل الجميل جدا جدا، وأصبحت أتمنى فعلا لو رجعت. طب إيش حيحصل لو رجعت؟ جات الأقدار بعد كده، طرق بابي من الشخصيات الكريمة الكثير الكثير عن طريق تويتر، وأول مبادرة نبيلة جاتني الحقيقة من مدير إذاعة صوت الخليج الأستاذ محمد المرزوقي، ودعاني إلى قطر بعد محاولة طويلة مع أخويا وشغلانة ما في داعي لذكرها، لأنه أنا كنت قلت لك ما أرغب في الحكاية دي. راح نجي على موضوع قطر، لكن هل عودتك عبر تويتر كانت رسالة للإعلام التقليدي، يعني ربما الذي تجاهل أو غيب ابتسام لطفي وأعمال ابتسام لطفي؟ لا، هو الحقيقة مو رسالة للإعلام، كانت رسالة لأحبائي اللي أعطوني قدرة على العودة، لأن الإعلام حيفضل زعلان مني شكله يعني، لأنه ما أدري إيش حكايته معايا، رغم أني عملت 4-5 لقاءات إذاعية، لكن كنت أتمنى أن يقدم لي الإعلام ما أقول اللي أستحقه، ما يراه هو أني أهل له، ويقدر أحاسيسي كفنانة عادت، لكي يكون في من الإعلام دعم يرفع معنويات ابتسام لطفي. هل كانت هناك ضغوط عائلية عليك كما ذكر في بعض المواقع؟ ما في فنان ما يواجه ضغوط أو عقبات أو متاعب، يعني الفنان بشكله العام بحد ذاته بينحت الصخرة علشان يطلع. لا تنسى أن المجتمع زمان كان غير مجتمع الآن، الآن مجتمعنا في وعي، في إدراك، في إحساس، في تقدير للمسؤولية، والفن هو رسالة. من الناس اللي خلوني أرجع كان إنسان حبيب إلى نفسي، يعني ما أحب أذكر اسمه لكنه عزيز جدا على نفسي ومقرب، كان دايما يقول لي أنت دايما تقولي يا بسمة أن الفن رسالة، على فكرة من الأسماء اللي محببة إلى نفسي بسمة. سنأتي إلى قصتها. فقصتها كانت أمي تناديني بسمة، فأحببت الاسم هذا من أجل هذه الإنسانة اللي عمري ما جبت ذكرها ولم تخني عبرتي. فأرجو أنه الآن يعني في الوقت ده أحاول أني أكتم عبرتي، أمي كانت تناديني ببسمة، فأحببت الاسم ده وأن يبقى بسمة، وحتى خيرية ينطفئ، وابتسام اللي يقوله القليل، لكن بسمة هو الاسم السائد في بيتي، في مجتمعي، في كل مكان، بسمة بسمة بسمة. يعني أحس أنه حتى لو أنا حد يقول لي أستاذة أحس أنها غريبة شوية. تحبي ينادونك باسم بسمة؟ لأنه أجد فيها نوع من الحميمية لكل اللي ناديني. علاقتك مع والدتك كانت مميزة وكانت قريبة جدا لك، وذكرت ما كانت إنه مميزة، كانت كل شيء في حياتي، حتى أنا ذكرت أنها عوضتك عن فقدك لبصرك. كل شيء كل شيء كانت تتمنى، حتى تقول لي لو يا ريت بس أقدر أديكي واحدة من عيني، أنا بوحدة وأنت بوحدة، لكن أنا عارفة النتيجة أساسا، وكنت أحاول إرضاء رغبتها، لكن الحمد لله لا مهرب من قضاء الله، عارف، فالحمد لله يعني ما يأست ولن أيأس، وعمري ما زعلت إن أنا كفيفة إطلاقاً، لأنه الإعاقة إعاقة الفكر والمشاعر ليست إعاقة البصر. بعد وفاة والدتك هو كان أبرز الأسباب في ابتعادك. أيوه. وغيابك. أيوه. إنه كانت نكسة ما كانت وفاة، يعني فعلاً انتكست انتكاسة، أنا كنت خايفة ليحصل لي شيء، عارف، إنه فعلاً تعبت بوفاة والدتي جداً. طيب لاحقا من كان قريب من ابتسام لطفي بعد؟ واحد من الأحبة اللي من أهلي، هو الوحيد اللي قال لي أرجعك، وهو الوحيد اللي ما زال، وأرجو أنه يبقى معايا الشعلة تضيء حياتي بالإشراق والأمل، خليني أقول الدكتور محمد، ولا أقول ميدو زي ما إحنا النادي. الدكتور محمد أقرب أشقائي إلى نفسي. هو أقربهم لك الآن؟ الآن ومن أول بداية حياتي، وكان يعاصرني في أسفاري الماضية ويروح معايا، حتى هو لساعه في قمة شبابه، عارف يعني دحين هو ما عجز على فكرة، بس أنا بقول كده. أنا كنت أحكي معه اليوم، فكنت أتساءل معه أيضا وأوجه لك السؤال هذا، أنه السيدة ابتسام لطفي حتى الآن يعني لم تتزوج، فالسبب اللي لم يعني لا، هي مش عدم رغبة، لا، بس كنت حابة فني أكثر من أي شيء، والفن رسالة يجب أن يحملها قلب إنسان، إنسان فاضي من كل المتاعب، إن لم يكن حامل هذه الرسالة إنسان فلا داعي، والله بيته أكرم له إن لم يكن أهل لهذه الرسالة. لكن يعني كامرأة ما شعرتي في لحظة من اللحظات أنت بحاجة إلى رجل في حياتك كزوج؟ شوف، ما في أنثى ما تشعر بهذا الشعور، لكن حبي لفني وجمهوري طغى عليها،
طغى علي ونساني حتى أنا إيه، حتى نساني ذاتي، نساني إحساسي، نساني نفسي. يعني انصهرت بكل أبعادي في هذه الحاجة اللي حبيتها. لا أنا ما حبيتها، بالعكس أنا عشقتها، عشقتها عشق أهوج أو هوس خليني نسميه. فحب الفني نساني كل شيء، بلاش نقول أهوج لكن هوس، عارف؟ هوس. يعني الهوس بالفن متعة روحية تخليك تنسى حتى الزواج. أردنا أن نعرف لمحة بسيطة عن بداية أو طفولة ابتسام لطفي، وين كانت وكيف؟ ابتسام لطفي من مواليد الطائف، عاشت بلاش أقول نص عمرها، تلت عمرها في الطائف، وقضت أحلى أيام شبابها وصباها في الأفراح وفي الأعراس وكذا. لكن متى غنت؟ عمرها 5 سنوات غنت. بدأت الغناء في السنة الخامسة، عمر 5 سنوات غنيت أول أغنية، وكانت وكان عندي وله بالراديو، وانت عارف زمان الراديو لا يمكن تجيبه كده بالسهولة اللي انت تتوقعها، فكان عندي وله بالراديو، وما زلت وسأظل أعشق أم كلثوم. تأثرت بأم كلثوم في البداية؟ مو تأثر، أنا اعتبرتها مدرستي، يعني تأثر كلمة بسيطة ممكن تزول، لكن كونك تحس أنها مدرسة بتخرج منها لتقدم شيء للناس، هذا الأجمل. كسيدة يعني من بيئة محافظة، وبدايتك يعني درستي في الكتاتيب وتعلمت القرآن، الحمد لله، وربما حفظت القرآن الكريم، الحمد لله، وأجدت تجويده وترتيله، ما كان صعب عليك في البداية أنه تتجهين إلى الفن والغناء؟ قلت لك ما في شيء مصعب، إذا اعتقدت أنه طريق الفن مفروش بالورود والسعادة تبقى غلطان. يمكن أمر وأقسى وأصعب طريق هو طريق الفن، لكن اللي يقدر يصبر ويعاني ويتحمل المعاناة هذه هو اللي يوصل. ترى الوصول إلى القمة سهل جدا، لكن المحافظة إلى الوصول إلى القمة وتقديس، بلاش أقول تقديس حرام، تقدير هذه الرسالة بإحساسك وجوارحك هو اللي بيقدرك أو يقدمك للناس بمحبة تضيء حياتك كلها. أستاذ ابتسام، لما انتقلتي من الطائف إلى جدة، طبعا انت بدات تطورت بعدين، اي طبيعي، في الاعراس طبيعي، وبعدين تطورت في الاعلام، سمعوني في الاعلام بعض الشخصيات اللي كانوا موجودين في ذلك الوقت. اما حكايتي كيف دخلت الاذاعه،
فهذه لها قصة الحقيقة نحب أن نسمعها. والله أتمنى أني أقولها بالشكل المختصر. في يوم من الأيام كانت تربطني بإحدى الشخصيات الكريمة علاقة جدا وطيدة، ومن خلال الشخصية دي التقيت بالمغفور له رائد التضامن الإسلامي والدي الملك فيصل رحمه الله. وقال لي طبعا ما كان في اسم ابتسام لطفي لأنه هذا له كمان قصة ثانية، إيش تتمني يا خيرية؟ قلت له أتمنى حاجة واحدة. قال إيش هي؟ أرض مثلا أو حاجة؟ قلت لا، يمكن غريبة أمنيتي يا والدي. قال لي إيه هي؟ أن أكون أول صوت نسائي تغني في الإذاعة. قال إيه؟ أغرب أمنية سمعتها. قلت له هذه أمنيتي. قال لي طيب أعطينا فرصة نشوف نتدارس الأمر. والله ما فاتت يمكن شهرين وقبلت بأمر من المقام السامي كأول صوت إذاعة نسائي في الإذاعة سعودي. وكانت أجمل لحظات عمري. كانت تعني لك كثير؟ كثير كثير، أكثر من كثير. كان زي التكريم بالنسبة لك أنه مش تكريم، كان تتويج لشخصي كإنسانة ورفع لمعنوياتي كواحدة التقت بأبو الشعب وقدم لها هذه المنة والمنحة الكريمة. الأغنية اللي خرجت في الإذاعة تذكرينها؟ إيه طبعا، أول أغنية لك طبعا، وكتبت خصيصا كمان اسمها عبير، قصيدة. كانت مشكلة ابتسام لطفي أنها تعشق الشعر العربي، فكانت قصيدة بعنوان عبير لحنها الملحن القدير الراحل عمر كدرس، والثانية كمان كانت باللهجة العامية بالدارجة، كان اسمها نام القمر بدري من ألحان برضو الفنان القدير عمر كدرس، وكلمات الأغنيتين للشاعر والأديب الراحل أحمد قنديل الله يرحمه. طيب أستاذة ابتسام، أنا أعرف اليوم أنه أغلب الأغاني اللي أنا كنت حاب أسمعها منك يبدو أنك وقعتي عقد حصري أو أنك غنيتي وسجلتيها حصريا لإذاعة صوت الخليج. نعم. فراح يعني أدع المجال لك أنت تختاري الأغاني اللي ممكن نسمعها منك اليوم. أنا الحقيقة رح أقدم لكم سامرية من شعر سمو الأمير بدر بن عبد المحسن، وألحان صديقي وأخويا وزميلي وأستاذي الفنان الحاضر الغائب سراج عمر. يا الله، على خلاف أنت مع سراج عمر؟ لا والله أبداً، اللي قال الكلام ده سامحني أراد أن يوشي بيننا. سراج عمر كل اللي حصل بالضبط لما غنيت للموجي والفنان الراحل رياض الصباطي، طبعاً كلهم رحلوا من حياتنا الفنية، قال ابتسام لطفي نسيتنا وأصبحت تغني مصري، أنا زعلان منها، يعني كان مجرد عتب رقيق لا أقل ولا أكثر. هذا اللي كان، بس هذا كل اللي حصل. أنا لا يمكن أختلف مع سراج. نسمعها باللهجة النجدية، أنت ما شاء الله تتقنين حتى اللهجة والله النجدية. هم قالوا كده وفي قصص للأشياء دي إن شاء الله. نسمعها بعد الأغنية إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. أحبائها نسمع نقول سوا. يا شيري ذي الفرقة من حبك والي، يا شيني فرقة، يا شيني فرقة من حبه كواني، كواني يا شيني فرقة. أشعل هوايا ذلي وهواني، أشعل هوايا هوايا ذلي وهواني، هواني يا شيني بعده يا ذيني قربه بعد ما وفاني. ليالي نجدي وينك، يا ليالي براني لوجدي من طول ارتحالي، ليالي نجدي وينك، يا ليالي براني لوجدي من طول ارتحالي، ليالي نجدي وينك، يا ليالي براني لوجدي من طول ارتحالي.
أدائك اللهجة النجدية رغم أنه أنت من بيئة أو البيئة الحجازية، فأنا أعرف أنه فيه كان قصة تحدي بينك وبين زملائك آخرين، أنه هل تستطيع ابتسام لطفي أن تغني باللهجة النجدية؟ قبل ما أقول لك أي شيء أقول لك شيء واحد، فضل. الحب ابتدأ. لا من جد أنا أحب اللهجة النجدية جدا، ولعلمك يعني أعوذ بالله من كلمة أنا يعني اللهجة المصرية اللهجة التونسية أي لهجة، الحمد لله من فضل الله غنيت بكل اللهجات هذه، الكويتية بالذات كمان غنيت يمكن أكثر من أغنيتين باللهجة الكويتية الصرفة. فلما إنسان يحب حاجة بيحبها بكل أبعادها، بشوكها بوردها بكل ما فيها من عقبات ومآسي ومشاكل. فقصة ليالي نجد أو بالأصح قصة اللهجة النجدية كانت كالآتي. في يوم من الأيام كان في شعر لي باللعبون، يا سلام، وقال في احد الاخوه المقربين مني اسمه صالح الصالح، قال لي بسمه وش رايك تغنيها؟ في احد الاحبه من اذاعه الرياض قال لي اقول لك بسمه بصراحه احسن لك ما تحطي نفسك في موقف انت ما انت محتاجته. قلت له تتحداني؟ قال لي نعم. طيب واذا غنيتها؟ قال لي استقيل. يا سلام. وانت كنت يعني ناويه تتحدين يعني؟ وكنت ناويه اتحدى وقابلت التحدي بكل قوه، عارف؟ فجاء الاخ صالح الصالح اخذنا قصيده من شعر ابن لعبون، كانت الحقيقه قصيده مره يعني وهذبناها وعدلنا الكلام اللي فيها وسميناها البارحه. وكانت تقول البارحه ساهر والنوم ما جاني، وخيل برق يلوح وهل تمذونه، برق لهزود من العامين ما باني، ولا تكسر ظلام الليل من دونه، روي النفل منه روية كل لوطاني، ومن أول لمس على الجافي يطرونه، يا ميت القلب يكتبني ويمحاني، والمطرد اللي على تبدي يحطونه. فطبعا لحنت القصيدة بتوزيع سلام العبد الله لأن هي فلكلور أصلا، وغنيتها. وبعد 3 أيام اتصلت بي من القاهرة وقلت له يا أستاذ الكريم أسمع الأغنية. قال لي بسمة شكلي كده أنا هستقيل فعلا. قلت له لا والله سامحتك، كسبت التحدي، سامحتي، خليك أنت في عملك، بس رجاء تتكرم بإذاعة الأغنية هذه بشكل يعني مو مستمر عشان لا يملوها المستمعين. أنت تعرف أنه مدة الأغنية دي 12 دقيقة، وكانت أياميها يعني لها صدى جدا 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 من الأصداء إلى أن أعتز بها. رائع. طيب وغنيتي للأمير بدر بن عبد المحسن؟ نعم غنيت له 5 أغنيات. طيب خليني أجي معاكي للحظة اللي انتقلتي فيها من الطائف، جيتي فيها الجدة والتقيتي الفنان طلال المداح الله يرحمه، ولطفي زيني أيضا. طلال المداح هذا، حدثيني عن هذا اللقاء. هذا مو بس أستاذي، هذا أخي وزميلي وصديقي والفنان اللي أنا أعشق صوته، أعوذ بالله من كلمة أنا الواحد لا يضطر يقول أنا. ابتسام لطفي كانت تعشق طلال المداح كصوت وكأداء وكلحن، لأنه أول واحد غنى في المجتمع الفني السعودي كان هو. فطلال المداح لما نزلت جدة كان في شركة اسمها توزيعات الشرق، وسمعت بيه وقالت طب نسجل لك أسطوانتين، كل أسطوانات حياتي 4 لعلمك، واحدة من ألحان طلال مداح، واحدة من ألحان الفنان عمر كدرس برضو، واثنين من ألحان الفنان الشعبي الفنان اللي ما أعرف شو أسميه فوزي محسون، اثنين من ألحان فوزي محسون. طبعا سجلت أغنية طلال مداح وعمر كدرس في أسطوانتين. أغنية طلال مداح كانت بتقول لي فات الأوان، ردا على أغنية طارق عبد الحكيم فات الأوان يا حبيبي، وكل الاثنين من كلمات الشاعر لطفي زيني. بعد ما سجلت الأغنية دي قال لي إيش تبغين نسميكي؟ قلت له إيش تقول يا أستاذي أنت؟ قال لي أسميكي ما خلى اسم نورة نوال، قال لي كل هذا مو جاي عليكي، إيش رأيك نسميكي ابتسام فقد يبتسم لك الزمن. الله. والحمد لله الحمد لله كانت كلمة قالها طلال المداح من كل قلبه، وعشت أحلى أيام عمري قبل ما أبتعد. إيش لحلك هو؟ واحدة هي بتقول لي فات الأوان، أنا أسميها الدرة اليتيمة. بس كان هذا تعاونك معها؟ بس مع الأسف.
لم يستمر التعاون؟ لا مو لم يستمر، افترقنا، أخذتني الأفراح، عارف كيف؟ هو كمان كانت له ظروفه كفنان وأسفاره. لا تنسى أنه بعد الفنان طارق عبد الحكيم أول من أطلق العنان للأغنية السعودية كان طلال مداح، بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل الشاعر والأديب والإنسان طاهر زمخشري. علاقتك مع طاهر زمخشري كانت من صغرك؟ أوه أتعب وأقول لك، يعني تحتاج برنامج كامل من وينك. يا سلام. طاهر زمخشري الإنسان، الأب، الروح، النسمة الحلوة، الكلمة الرقراقة، الجدول المنثاب، الإشراقة في حياة ابتسام لطفي. كل هذا؟ وأكثر. لماذا؟ لأنه فعلا كان إنسان، ما في فنان في المملكة العربية السعودية ما كان وراء طاهر زمخشري. إيش عمل لك طاهر؟ عمل لي أغنية اسمها النجوى الهامسة، هي قصيدة الحقيقة اسمها النجوى الهامسة، وأنا لحنتها وما قدرت أنزلها باسمي، ونزلتها باسم أبو عماد لأنه كان لي أخو كان يبغى يسمي ابنه عماد. ولحنتيها تحت اسم؟ لحنتها لحن يقال أنه كان كلثومي يقال، وكانت مدتها حوالي 14 دقيقة. فطبعاً بعد كده غنيت لطاهر زمخشري أغنية ثانية اسمها جسر الصبر من ألحان أخويا سراج عمر، وغنيت له رواب تونس، وغنيت له ابتسامة الصباح، وغنيت له لو تسألوني، غناها الحقيقة واحد فنان لبناني اسمه إحسان صالح، ولما رحت تونس أنا أخذتها من ألحان الفنان عمر كدرس، أخذتها لا أنا أخذتها الحقيقة في الكويت معليش عذرا، وسجلتها لإذاعة الكويت. طاهر زمخشري أطلق عليك لقب عاشقة الأدب، إحنا اليوم يعني نفتقد الفنانة المثقفة أو الأديبة. يا سيدي العفو، مو للدرجة دي. لا حقيقة يعني أنا ما أجاملك، لكن أنا منبهر بأسلوبك وبأدائك وبكلماتك، لأنه اليوم فعلا ما تعتقدين أنه نفتقد المغنية الأديبة المثقفة؟ أرجع وأقول لك، إن لم تعشق ما تقدم لا تقدم، يعني إن لم يكن في داخلك عشق لما تود تقديمه للناس. شوف الجمهور ترى أصبح الآن واعي، يعني ممكن يرميك بقشر البيض، ممكن يرشك بالورود، تمام؟ فهنا لازم تعشق ما تقدمه للناس. مشكلتنا إحنا الكلمة يا محمد، مشكلتنا الكلمة مشكلة فظيعة. هي الأغنية الشكلها ثلاثة عناصر، الكلمة، اللحن، ثم الأداء. ما لم تتوافر هذه الأشياء الثلاثة لا يمكن تقدم شيء للناس. ليش أطلق عليك لقب عاشقة الأدب؟ من حبي للأدب. يعني ما كان في نادي أدبي ما كنت أحصل على محاضراته، ما كان في أمسية شعرية ما كنت أحصل على كل اللي يقدم فيها. عندي قلت لك هوس اسمه شعر وأدب، يعني ما قلت لك، ما بدي أقول لك زي أول شعر أهوج، لا هوس، والهوس كلمة كبيرة في معانيها. فالأدب شوف في أوقات كثير لما تجي تتكلم مع الناس تجد إنه الأدب فضل على العلم. فالأدب في كل شيء، في حياتك، في واقع مجتمعك، في أحاسيسك مع الناس، في تقلباتك المزاجية، متى ما استمتعت بالأدب تجد نفسك قمة في الإحساس. إنك أدب الكلام إيش كان يقول لك؟ بسهولة. إيش كان يركز يعني؟ أو أوه 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 أكثر شيء يعني؟ أكثر شيء كان يكلمني عن الشعر، وعن كيفية التعامل مع الناس، وعن كيفية إني ما أتأسف على إني كفيفة، عارف؟ يعني مرة كده قصة حصلت بيني وبينه، فقمت قلت له إيش يعني يا بابا طاهر؟ قام قال لي عندما يقود الأعمى بصيرا. الله. فالكلمة دي ما زالت راسخة في ذهني، ومسويت لي، عارف إيش مسويت لي؟ إشراقة في داخلي. لا زالت حاضرة في ذاكرتي. وستبقى إلى أن أموت. بعد عمر طويل إن شاء الله. كلنا حنروح. طبعا أنا أعشق الروح المرحة اللي عندك، يعني ما شاء الله، يعني كلمة عندما يقود الأعمى بصيرا، هذه كلمة يعني كبيرة، عميقة جدا، كبيرة في معناها جدا. هو الكلام كان بيني وبينه لمجرد كلام عابر. إيش القصة كانت؟ كانت قصة إن أنا في يوم من الأيام كلمني وأنا باكية، إيش بك تبكي؟ قلت له تنرفزت. قال لي من إيه أختي؟ هو مرة يقول لي بنتي، مرة يقول لي أختي، عارف؟ قلت له والله يا بابا طاهر في إنسان ضايقني، وقال لي هي كده بالصريح، أنا عمري ما شفت الأعمى يكون كده. قام قال لي أقول لك اسمحي لي، أنت لغاية ما رديتي علي ردي كان يجب أن يكون لما تكون
تحس بالإنسان اللي قدامك ينطبق عليك عندما يقود الأعمى بصيرا. الله. والكلمة دي حطت في جوايا نور لن ولن ولن ينطفئ. يعني أنا أمي كانت تزرع جوايا نور كبير كبير كبير. كانت أمي بالنسبة لي شمسي في الشتاء وظلي في الصيف. فكانت تقول لي أبدا أنت ما أنت معاقة، واللي يقول لك معاق هو اللي معاق. كانت الكلمة دي تكفيني. لكن كملها الطاهر زمخشري قال لي اللي يقول لك كده هذا هو اللي أعمى مو أنت. الله. فردك كان مفروض يقول عندما لما قال لك الكلام ده كان مفروض تقول لي عندما أقود الأعمى بصير. يا سلام. طيب خلينا نرجع معك الأغنية مشغول وشاغلني طلال المداح وقصتها يعني أبدا. حتى أنت بكيتي عندما سمعتي الأغنية. لا مو عندما سمعتها. أنا كنت أتمنى أنه ما أدري من ألحان طلال. بعدين عرفت أنه من ألحان طلال. سمعت أنها كتبتها ثريا بعد ما طلعت حتى ما هي من شعر ثريا. عجبتني الأغنية نشرت في عكاظ. قلت يا الله أتمنى أن أنا أغني الأغنية دي ولسه دوبي داخل الإذاعة. وإذا بي في اليوم الثاني أفاجأ أن طلال بيغنيها. رغم حبي لطلال بكيت أنه كانت عجبتني ليه ما أدري. لكن طالما غناها طلال كنت سعيدة سعيدة سعادة لا تتصورها. قلت لك طلال بالنسبة لي واحدة من الشموع اللي أضاءت حياة ابتسام لطفي. طيب الله الخلفية حلوة اللي عملها فيصل. فيصل مبدع. طيب ندخل ونسمعها. ها إيش طيب. رأيك نسمعها منك. إيش رأيكم يا أعزائي؟ مشغول وشاغلني جنبي وبعيد عني. مشغول وشاغلني جنبي وبعيد عني. مشغول وشاغلني جنبي وبعيد عني. يا مني طمني إني على باله إني على باله. إن غاب عني يوم حرم عيون النوم. إن غاب عني يوم حرم عيون النوم. إن غاب عني يوم حرم عيون النوم. جايز أكون مظلوم جايز أكون محروم. يا مني طم جايز أكون محروم جايز أكون مظلوم. مشغول بمين عني يا من يطمني. إني على باله إني على باله. يا 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 ليلي يا ليلي يا 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 حبيبي يا غالي حبيبي يا غالي يا كل آمالي. يا دنيتي وعمري يا صفو أحلامي. يا 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 ليل إن غابي عني يوم حرم عيون النوم. إن غابي عني يوم حرم عيون النوم. إن غاب عني يوم حرم عيون النوم. جايز أكون مظلوم جايز أكون محروم. مشغول بمين عني يا من يطمني.
إني على باله. الله الله، إيش الإبداع هذا؟ يعني على فكرة إحنا كذا اليوم غنينا لكم كذا، إن شاء الله يا رب كذا نعجبكم. احنا محظوظين اليوم والله. الله يسعدك. انت تعرفين انا قلت لك اليوم اول ما جلست معك قلت لك انت كريمه واحنا نستاهل. والله اتمنى اني اكون فعلا كريمه، لانه الحقيقه زملائي ما قصروا معايا اليوم، وان شاء الله بقيت لهم في افراح اولادهم يا رب. يا رب يا رب. تستاهلين. طيب استاذه ابتسام، خليني اجي معك لعلاقتك مع الشاعر المصري احمد رامي. و خليني أسألك عن علاقتك معه. هو كتب لك قصيدة وداع، ثلاثة قصائد بالأحرى، أشهرها وداع. وداع طبعا، لأنه لحنها صنباطي. التقيتيه في جدة، وهذه لها قصة طويلة كمان. رامي جاء على أساس حج، خلينا نضحك شوية. يلا. وجاء الحج مسكين، والحقيقة شوية تعب، فقام قال له بابا طاهر خليك بلاش تروح، أنا هعرفك على حاجة تنسيك اللي انت فيه. وجابه قال لي بس ما انا جبت لك واحد انت من المعجبين بيه بجنون. يا ربي مين؟ ما جاء في بالي ابدا. سمعت صوته قلت له زي ما كانت تقول له ام كلثوم على طول، رامي. قال لي يا نهارك ابيض. واتقابلنا وجلسنا، جلسنا طويلا. انت عارف انه رامي قاعد في جده 92 يوم، فطبعا كل يوم نلتقي كل يوم نلتقي. جاء يوم الوداع قلت له رامي مش عايز تودعني؟ قال لي بقول لك ايه، انا لو ودعتك حاسقط من طول عملي معروف. قلت له لا انا ما اقبلش بطريقته طبعا. قال لي لا انا هبعت لك رساله مع بابا طاهر هودعك فيها. هو كان يكره الوداع، ما يحب الوداع، مو يكره ما يطيقه، عارف سبحان الله يقول لك لما يودع يدوخ يغمى عليه. وهذا طبعا يعود لرقه مشاعره واحاسيسه. يعني هو لما قابلته انا كان كبير في السن جدا، يعني في الثمانينات، بس لا تمل حديثه يا محمد. تقعد معاه ما تشبع من كلامه، يعني الكلام لجميع الأحبة تقعد معاه بالساعات والله ما ينتهي كلامه. واحد بده يقول مثلا خرف، لا يقول لك كلام عن الماضي في القاهرة في كل شيء. فقلت له لا أنا ما أقبل الوداع هذا. قال لي والله هبعت لك رسالة. يمكن بعد ساعتين ثلاثة جاني بابا طاهر دق على الباب قال لي هاي خذ يا بسمة رسالة حقت رامي، وأنا أتمنى أنك تغنيها. فتحت القصيدة وفوجئت، بيقول لي ردك الله سالما لفؤادي، وطوى بيننا بساط البعادي، كيف يهنى لي المنام وعيني ملؤها في نواك طيف السهادي. مين يخطر على بالي في اللحن؟ أنا عارفة أن الملحنين السعوديين ممكن يقولوا لي لا. فقلت طيب خليها قاعدة، واحتفظت بها في ما أعرف الدوسيه ما أعرف، المهم احتفظت بها لوحدها. جاءت الأقدر، كان يميها رئيس التلفزيون اسمه عبد الحميد يونس. بس ما قال لي إيش رأيك تجينا القاهرة بدعوة؟ قلت له ما أكره. رحت وتعاقد مع رياض السنباطي. القصة كالآتي، مو زي ما كتبت وسمعتوها أنتم. إيش اللي صار؟ طبعا رئيس التلفزيون المصري أتكلم مع رياض السنباطي وقال له أنا في عندي صوت أبغاك تسمع. قال له في السعودية في صوت؟ صور. كان غريب جدا. قال لي الأستاذ عبد الحميد يونس رئيس التلفزيون المصري قال له في السعودية في صوت؟ قال له أنت أسمع بعدين أحكم. قال له طيب بس تديني 6000 جنيه. قال له حاضر أمري لله، لأن أنا جبتها على أساس أقدم لأي حاجة جديدة، ندفع لك هو من التلفزيون نديك هو ولا يهمك. أخذ الكلام ولحن وقال الكلام حلو بس الصوت لو مش حلو أنا هخرج من الاستوديو. تصور بهذه الطريقة. أيوة جاني البيت حفظت اللحن، قلت له أستاذ رياض أنا عايز أتصور معك هجيب كاميرا. قال انا ما احبش اتصور مع حد. يا نهار ابيض. اخذتها عادي ورحت الاستوديو ثاني يوم. قال لي نعمل بروفا، لو ما عجبنيش مش هسجل. قلت له زي ما انت عايز، وكنت ابرد من البرود معاه. بصراحه انا اعشق رياض السنباطي. ولا تنسى انه قدم لام كلثوم القمم. فجيت غنيت. المره الاولى الثانيه جاء كده. ايه استاذ رياض؟ قال لي معلش يا بسمه. اسمحي لي اقول لك يا بسمه سامحيني انا ظلمتك، ظلمتك جدا كمان، وادي العقد بتاع الاستاذ عبد الحميد يونس قطعته اهو والفلوس حترجع له، وانا بقدم لك اللحن ده هديه مني انا ومن القاهره. يا سلام. وسجلت الاغنيه والحمد لله عدت الى بلدي، ما اقول مرفوعه الراس لانه
التكريم اللي بيقدمه أي إنسان ما هو لي لوحدي، لبلدي الحبيبة، لتراب الوطن الغالي أكثر من ما هو لي. هنا انتهت قصة رياض الصنباطي وأحمد رامي. لكن أحمد رامي أطلق عليك لقب كوكب الجزيرة وشادية العرب، إيش كان يعني لك هذا؟ وأسوة بكوكب الشرق أم كلثوم. والله شوف، كل لقب يطلق على الفنان بيرفع من معنوياته أولا، وبيديله دفعة قوية جدا إنه يستمر بأقوى مما كان، ويقدم للناس أحلى ما عنده. كان يقول إنك تغنين بالدموع قبل يعني الصوت. هو الحقيقة لو كان في سؤال بقول له يا رامي ماذا تعني لك الدموع؟ فقال لي الدمع مروحة الحزين، وأنت واحدة ممن تغنين بدموعك قبل صوتك. والعلم كان أحب الدموع جدا، يعني ممكن في أي لحظة ممكن أبكي وأنا بتكلم معك الآن. إن شاء الله الله لا يجيب البكاء. طبعا حتى أنهي من محور أحمد رامي، أحمد رامي طبعا ما حج لما جاء. لا حتى لا أبدا. قالوا لي أنت رحت حج ولا رحت بس عشان تشوف ابتسام لطفي؟ فقال لهم والله إيه اللي حصل. ردك الله سالما لفؤادي، ردك الله سالما لفؤادي، وطوى بيننا بساط البعاد، كيف يهنى للمنام وعيني ملؤها في نواك طيف السواد. بما أنه حديثنا عن مصر أستاذ ابتسام، الإذاعة المصرية كانت تبث أغانيك. أيوه كثير كثير. أنا لعلمك غنيت مقدمة مسلسل في أيام 73 كان اسمه سقط حائط الأحزان، وكان كتب كلمات المقدمة، وفي المسلسل في 3 أغاني، المقدمة والنهاية كانت بصوتي، كتبها مجدي نجيب ولحنها الفنان محمد الموجي. كانت علاقتي بمصر وطيدة، لما خرجت منها دكتورة نعمات فؤاد قالت لي إيش نسميكي؟ قلت لها عاشقة النيل. الله. ويمكن أيضا من أبرز مواقفك في مصر كان وقوفك على خشبة المسرح بجانب الله كبار الفنانين. الله. وغنيتي أمام أنور السادات على نعم خشبة المسرح نعم من على قاعة المسارح في قاعة سيد درويش بجانب كبار الفنانين الحمد العرب. لله ياسمين الخيام ووديع الصافي. تذكرين أنور السادات الرئيس المصري قال شيء عنك؟ أي قال إن شاء الله إن قدر لها أن تعود ولي أن أعيش فسأتوجها بوسام مصري يحتوي على كل معاني ما قدمت. خلينا جل نطلع من مصر نروح لتونس، قصتك مع تونس وعلاقتك مع الرئيس التونسي الحبيب بورقيب. الحقيقة قصتي مع تونس كانت كالآتي، وجهت لي دعوة من الاتحاد القومي للمكفوفين، وبرضو كان وراها طاهر زمخشري. حاضر في كل مراحل حياتك. في كل شيء، مع كل فنان مسمع ابتسام لطفي بس. كل الفنانين ما يقدروا ينكروا طاهر زمخشري كأب لهم. فطبعا دعيت، كان الاتحاد القومي تحت رعاية حرم الحبيب بورقيبة السيدة وسيلة بورقيبة. فلما ذهبت إلى تونس قعدت يمكن حوالي 25 يوم وقدمت فيها 5 حفلات، وكانت مشيئة الله أرادت بإني أتقدم بشكل متواضع بالريع حق الحفلة كله للاتحاد القومي للمكفوفين. فطبعا الرئيس بورقيبة التقيت بي وعملنا حفلة خاصة في قصر قرطاج، وغنيت في الأغاني اللي كلها اللي قدمتها في الحفلة، اللي قدمت 5 حفلات، ومن ضمن الأغاني كانت أغنية أنستنا للفنان محمد عبده، أخذتها من سراج عمر وغنيتها. ويصدف أنه في يوم غناء هذه الأغنية عودة الرئيس بورقيبة من سفر آخر غير بلاده، فهذه كانت بالنسبة لي أكثر من تكريم، لأنه بورقيبة لم يكرمني بشيء إلا بثوب تقليدي تونسي، وقدم لي مبلغ من المال، يعني ما أقول أنه كبير ولا أقول أنه بسيط.
لكن اللي تركت في نفسي آثار استقبال التونسيين، عندهم حس رهيب للاستماع والإعادة والاستعادة. ما يكفي منك تقول لهم واحدة مرة، لا، يفضل يعيدوا الأغنية مرة واثنين وثلاثة، فعندهم حس رهيب للتذوق. هنا قصة تونس باختصار. طيب أستاذ ابتسام، خليني أطلب منك أن نسمع موال. والله حاضر. ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليل، يا ليل، مين اللي قال ان الغرام لعبة؟ مين اللي قال ان الغرام لعبة؟ لا لا لا، ده عمره ما داء الغرام. الغرام نعمة. لا 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 لا، ده عمره ما داء الغرام. الغرام داء نعمة. يا عاشقين قولوا يا عاشقين قولوا، قولوا معايا للهوى أهلا يا هوى بيك، وانت يا حب وانت يا حب، وانت انت يا حب سر الحياة، وانت يا حب سر الحياة، وكل شيء في الوجود يقول اهلا يا حب اهلا. يا 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 ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا يعطيك العافية. طيب خليني أسألك عن إعادة طرح أعمالك من جديد للأسواق على شكل يعني يحفظ هذا الفن وهذا التراث وهذا التاريخ الطويل يعني. وإحنا حقيقة استغربنا أنه بعد ما عدتي أستاذة ابتسام رحتي إذاعة صوت الخليج، يعني إحنا يعني نشكرهم بالتأكيد لاهتمامهم بك، بس أنه أنت سجلتي أغانيك حصرية لهم، وأغاني الشهيرة يعني مثل سافر وما ودعوا. والله لا، هي الحكاية مو كده. الحكاية أنا قد مسجلة سافر ومودع في الكويت، في إذاعة الكويت. لكن واحد لما يقدم لك مبادرة تكريمية في بداية عودتك، يقول لك المثل، إحنا عندنا مثل حجازي عامي يقول لك ما للجميل اللي أجمل منه. فكان لابد أني أقدم الحاجات اللي عشت فيها وتفاعلت فيها مع بلدي والبلدي. والتقديم ده اللي أنا قدمته زي ما قلت لك في البداية ما هو لي بقدر ما هو البلدي، لأنه أنا بنت الأرض هذه. وبعدين أحب أقول لك حاجة مهمة جدا، لو كان روتانا فتحت لي بابها وأنا أعرف إنها هي، يعني أحب أن أوجه كلمة أو تحية بسيطة لراعي روتانا بكل قنواتها الخمسة اسمه الأمير الوليد. يعني لو قالت لي ما كنت أرفض، تمام، وما زلت أقول إنه إن فتحت لي روتانا أبوابها فأنا في على أتم استعداد. هذا شرف لنا بالتأكيد إن شاء الله. الله يخليك.
عشان كذا احنا ما راح نقدر نسمع منك سافر وما ودع اليوم. لا هو زي ما قلت لك يعني بعدين في قطر غنيتها على اصلها الاصلي في الكويت كنت خففتها وعملت توزيع بسيط لها في قطر غنيتها على اصلها زي ما اخذتها من صاحبها. معظم الاغنيات في قطر غنيتها على اصلها. طيب انت غنيتيها لهم كاذاعه لو احنا تلفزيون ما نقدر نسمعها؟ والله تقدر تسالهم هم. انت غنيت يعني او وقعتي معهم تلفزيون واذاعه؟ اي انا وقعت بشكل عام. الحمد لله على السلام الفي مره انت سيد احلى الوسام والمسره يا عطوفا في كلامك يا ابو السمره يا راجي قال ابتسام كل مره الحمد لله على السلام عذبي ما شئت قلبي عذبي فعذاب الحب أسمى مطلبي واصنعي واصنعي من عوده قيثارة واجعلي أوتارها من عصبي لا 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 يا حبيبي أنا استنى أنا استنى. خليني أسألك متى نرى الفنانة ابتسام لطفي على خشبة المسرح؟ والله هذا السؤال ما توجه لي أنا، توجه لي أصحاب الشأن المعنيين بهذه الأشياء. من هم؟ والله ما أدري، أنت أدرى مني. هل أشعر من خلال كلامك أنه أنت عاتبة على شركات الإنتاج وسائل الإعلام؟ لا هو مو عاتبة، مو عاتبة، لكن كانت أمنية جميلة أن أخرج من بلدي بدل ما أخرج من برا. كانت أغلى أمنياتي أني أقدم لبلدي قبل ما أقدم لبرا. عشان كده مبادرة الأستاذ المرزوقي عاملة في نفسي نوع من الإحساس الجميل اللي ماني قادرة أنساه. وهذا أشعرك أنه اليوم أنت بحاجة للتكريم من وطنك؟ ما أقول تكريم، ما أقول تكريم، لكن إذا حسوا بي هيكرموني بلا شك، يحسوا أنه في حاجة اسمها ابتسام لطفي. ما حد حاس فيك؟ والله ما أدري يعني، صدقني ما أقدر أعاتب ولا أقدر أحاسب، لكن أتمنى أني فعلا أقدم لبلدي شيء من خلال بلدي. طيب شكل التكريم لو سألتك، أنا أصر على يعني لأني أدعو من خلال هذا البرنامج إلى تكريم ابتسام لطفي، شكل التكريم كيف يكون بالنسبة لابتسام لطفي؟ والله شكل التكريم من الصعب جدا أن الفنان هو اللي يحدده. شكل التكريم أنتوا الجهات المسؤولة والمعنية تحددوه مو أنا. وسائل الإعلام هل غيبت ابتسام لطفي؟ كثير يعني الآن في كانت يمكن أنا أغنياتي لا تتعدى 62 أو 72 أغنية، إن كان في الأسبوع قدموا لي أغنية. طيب طيب أستاذ ابتسام إيش حابة تسمعين الحين؟ حسمعكم مجرور طايفي من مسقط راسي، من أيامي وشبابي وصبايا وأحلامي وأمنياتي، وأتقدم بالشكر الجزيل 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 لروتانا
وكل القائمين عليها، وأخص بالشكر سمو الأمير الوليد. والحقيقة كل اللي أتمنى أنه يحصل أو يحدث أنه مشاهدي وينك يتمتعوا ويستمتعوا ويحسوا بأنه ابتسام لطفي قدمت لهم حاجة. والآن إلى عشقته. Yeah. أنا أفديه أفديه إن حفظ الهوى أو ضيع، أفديه إن حفظ الهوى إن حفظ الهوى أو ضيع، ما لك الفؤاد ما لك الفؤاد، فما عساي أن أصنع فما عساي أن أصنع، من لم يذق من لم يذق ظلم الحبيب كظلمه، من لم يذق ظلم الحبيب كظلمه، حلوا حلوا فقد جهل المحبة وادعى، فقد جهل المحبة وادعى، لا لا ما قاعدي يرحيل، أحب ولا سلا عشقت ولا ليفيل، ما قاعدي يرحيل، أحب ولا سلا يا ريت ويواصلني ويكسب جميلة، وكم من يا ريت ويواصلني ويكسب جميلة،
يا ريتو يواصلني ويكسب جميلة والروح أفدى يا ريتو يواصلني ويكسب جميلة وبالروح أفدى وحش مات مالي حل وصفي ما هي قليلة وراضي بسكنة وحش مات مالي حل وصفي ما هي قليلة وراضي بسكنا ملكني بنظرات العيون الكحيلة وكم من جرح دواء ملكني بنظرة وكم من جرح دواء ملكني بنظرات العيون الكحيلة وكم من جرح دواء ملكني بنظرات العيون الكحيلة وكم من جرح دواء ولا لا ولا لا لا ولا لا أستاذ ابتسام خليني أسألك عن جديدك. جديدي كثير الحقيقة يعني في ألحان أكثر من 6 أو 7 ألحان بس شركة الإنتاج أحب أقول كلمة متواضعة لدعم الفن وإشراقته بالأخص في روتانا يعني أتمنى حقيقة أن تكون لي وقفة مع سمو الأمير الوليد في كيفية إعطاء ابتسام لطفي إشراقة أرجع أقول إشراقة لأنه أجمل شيء في الوجود هو الإشراقة لتقديم ألبومها الجديد بصورة تسعد جمهور ابتسام لطفي وقبل ما تسعد ابتسام لطفي تكون قمة الرضا عن هذه الأشرطة من سمو الأمير لأنه أنا أعرف أنه تماماً أنه بيسمع كويس ويتابع كويس. هذا أقل تكريم ممكن اليوم أن يقدم للفنانة الكبيرة والقديرة ابتسام لطفي. أدع الكلمة لك الآن إذا تحبي تضيفي أي شيء في نهاية حواري معك أستاذ ابتسام. هو الحقيقة ما هي إضافة بقدر ما هي حب أقدمه لجمهوري ولكل إنسان يحمل بين جنبيه قلب متأجج بالمشاعر وما أقول مشتعل ويتمتع بكل المعاني النبيلة الإنسانية السامية.
أقول له إن ابتسام لطفي بحاجة إلى حبكم أكثر وأكثر علشان تقدروا تخلوها تعيش حب أبدي إلى ما لا نهاية، وتقدم لكم ما تتمنى أن تكون ابتسام لطفي أهل لهذا الحب، وتكونوا أنتوا نبراث مشرق مضيء في حياة ابتسام لطفي. أنا أيضا أشكرك أستاذة ابتسام في هذا اللقاء اليوم. الحقيقة أنت قبل ما تشكرني أنا بدي كده أقول لك كده عتاب بسيط، وإحنا قلنا إذا كنت في كل أموري معاتبة لكن أنا حعاتبك. يا مشاهدي الأعزاء يا أحبائي، محمد الخميس دوخني دوخة علشان اللقاء ده، لكن عشان خاطركم سامحتوا. الله يسلمك. دوخني دوخة ما لها أول ولا آخر. أنت لو تعرفين اليوم أنا جايك من المطار لبيتك على طول. أهلا وسهلا بك. يعني كنت في سفر وهذا اللي أخر الموضوع ولا أنت يعني؟ أعلم أنك كنت في سفر. أعلم. أنا الحقيقة قالت لي الأخت اللي كلمتني وأرجو إن شاء الله أن تكون مسك الختام الجديد اللي كلمتكم عنه، وأرجع أقول لك إن شاء الله سيكون قسم السبق لروتانا، زي ما قلت في روتانا، قلت روتانا اف ام، وكنت اتمنى لو يقدموها لكن خذلوني. طيب نسمعها. نسمع يا هلابك من شاعر الحب المعنى والحان سعود عبد المجيد. تعودنا غيابك يا هلابك يا هلابك، ما تعودنا غيابك يا دوا روح العليل، انت في قلبي نزيل يا دوا روح العليل، انت في قلبي نزيل، والحلا في الدنيا سافر واستقر كله في بابك، والحلا في الدنيا سافر واستقر كله في بابك، يا هلابك يا هلابك يا هلابك يا هلابك، يا هلابك يا هلابك اغتنم زهرة شبابك، يا هلابك يا هلابك اغتنم زهرة شبابك، صافح الحب الجميل وندعاك الشوق ميل، صافح الحب الجميل وندعاك الشوق ميل، غوصي في بحر الهوى وانت بيت فقد صوابك، غوصي في بحر الهوى وانت بيت فقد صوابك، يا هلابك يا هلابك يا هلابك يا هلابك يا هلابك يا هلابك يا هلابك.